السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائنا مشاهدي مطبخ لايف، أهلا بيكم في يوم جديد ويوم سعيد عليكم وعلينا. اختلفت الآراء ولكن هنجتمع على حاجة واحدة، هنجتمع إن دايما كان يقولك إيه، خلي عندك روح رياضية. يعني إحنا خدنا الأخلاق كلها من الرياضة، فمش معقولة ساعة الرياضة مش هيبقى عندنا روح رياضية. فيعني ايه بقى روح رياضيه؟ يعني انا النهارده مش لابسه احمر علشان اي حاجه خالص، لا ابدا. واي نعم انا اهلاويه عادي جدا، لكن هنقول مبروك للزمالك وهنقول مبروك للدوري، وده الحدث اللي ماشي اليومين دول، ولازم نواكب الاحداث كلها، ولازم نهني اللي بينجح، لازم نهنيه، واللي هيخفق يعني هنقول له هارد لك، لكن اكيد بينجح في مكان تاني وفي حته تانيه. زي ما الزمالك اخذ الدوري والاهلي اخذ كاس افريقيا، فمر عليك ومر علينا، مفيش مشكله خالص، احنا في النهايه شعب واحد وبلد واحده. حتى لو الزمالك بيلعب مع اي مكان تاني او بلد تانيه، احنا كلنا هنشجع طبعا الزمالك. لو الأهلي بيلعب برضه في أي مكان تاني وبعيد عن بلده خالص، كلنا هنشجع. في النهاية الاتنين بيجتمعوا في المنتخب، يعني هما بينهم الزمالك والأهلي هما صحاب وحبايب بره الكورة. ليه إحنا بقى اللي نحط الحاجات وده زملكاوي وده أهلاوي؟ لأ يا جماعة، وقت الجد ووقت التشجيع، شجع براحتك، لكن في النهاية إحنا بنشجع اللعبة الحلوة. اوكي، فاحنا بنهني طبعا فريق الزمالك، وكل البيوت طبعا فيها الاهلي والزمالك، لازم تراعوا النقطه دي. انا شخصيا عندي الاهلي والزمالك في البيت، بس بنراعي طبعا الاهلي، ما بنعرفش نفرح قوي، لكن الزمالك لازم نفرح والرجاله مسيطره طبعا. يلا الف مبروك للزمالك، ويا رب دايما كده يعني في احسن حال. طب تعالوا بقى نخش في المنيو بتاعنا النهارده، واحنا اخر الشهر، فهنلم اللي في البيت بقى وهنظبط الدنيا كده زي ما احنا عارفين مع بعض. تعالوا هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض فطاير البيتزا، مش البيتزا لكن هنغير، هي بحشوة البيتزا، فهنعملها وهنشوف الفكرة بتاعتها عاملة ازاي. كمان معانا حاجة بقى حلوة، بما اننا هنعمل حادق هنعمل حاجة حلوة برضو كده تشبع، يعني هنعمل الرواني كيك بس بطريقة جديدة وفكرة جديدة، وهنعملها بالشوكولاتة عشان نرضي جميع الأذواق. المنيو بتاعنا فطاير البيتزا والرواني كيك بالشوكولاتة. تمام. لا هننزل بالفطاير، من كلمة واحدة. دقيق. يلا بينا ننزل بفطاير البيتزا. فطاير البيتزا عايزين كيلو دقيق، وعايزة 2 بيضة، عايزة ايه كمان؟ نص كوباية زيت، ومعلقة كبيرة زبدة، وثلاث معالق كبار لبن بودرة، معلقة كبيرة خميرة، 2 معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة ملح، وكوب لبن للعجن، ومية كمان هنكمل بيها للعجن. تمام كده. معانا بقى حاجات للحشو، معايا ميكس جبن، ومعايا زيتون مخلي، ومعايا فلفل ألوان، صلصة بيتزا، ومعايا زعتر وتوم وزيت زيتون. يلا نصور بقى ونعيد. ممكن نعيد تاني المقادير بتاعتنا ولا خلاص كده؟ نعيدها تاني عشان انا عايزاهم يسجلوا، لان احنا بنتسأل يا جماعة كتير جدا في موضوع البيتزا وموضوع العجين والكلام ده كله. معايا كيلو دقيق، معايا 2 بيضة، معايا نص كوباية زيت، معلقة كبيرة زبدة، 3 معالق كبار لبن بودرة، معلقة كبيرة خميرة، 2 معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة ملح، وكوباية لبن للعجن، وماء للعجن. الحشو بقى ميكس جبن وزيتون مخلي خلاص، وفلفل ألوان، وصلصة بيتزا هنعرف برضو معمولة ازاي، واحنا عملناها كتير مع بعض، وزعتر وتوم وزيت زيتون. يلا نرجع. اوكي يلا، وزي ما احنا متعودين، وهوريكم طريقة العجن السهلة جدا. وفي الفكرة ان انا هعمل ايه؟ الفكرة ان انا هوريكم نعجن ازاي الطريقة، بس انا مش هعمل كيلو دقيق طبعا، انا هعمل نص الكمية بس اللي هي نص كيلو دقيق. بعمل ايه؟ باخد 1.5 كوباية من الدقيق خلاص، وهشيل 2 دقيق على جنب، او 2.5 كوباية هشيلهم على جنب خلاص، ادي نص الكوباية. طيب ناخد تليفونات، معانا استاذة مريم. وعليكم
يا حبيبي قلب الاستاذة ازيك مني، عاملة ايه؟ يا غالية على قلب الاستاذة مني. ازيك عاملة ايه يا حبيبتي؟ ازيك وحشانا. اه عاملة ايه؟ صديقتنا. انت عاملة ايه؟ انت انا يا هعمل فطاير مولانا بيتزا في قلب النهاردة. فضلك، هعمل فطاير بيتزا. انت جميلة، تسلمي يا حبيبتي. انت عاملة ايه؟ انت طمنيني اهلاوية عليكي. لكن قلب قبلك. وانت اهلاوية ولا زملكاوية؟ انا اه، على مع ربنا واحنا مع كلنا مع الاهلي، ربنا، اللي مع ربنا. لكن مع الاهلي. احنا ما يعني بصي، ما احنا بنشجع اللعبه الحلوه بقى، احنا بنقول خلي عندنا روح طبعا رياضيه. لازم، طبعا وبعدين انا عندي زمالك في البيت وعندي اهلي، انت متخيله؟ اه طبعا. فهي دي قمه الروح الرياضيه. ما احنا عندنا في العيله كده لا برضه مفيش. حاجه جميله. انت إيه. عامله ايه؟ إيه انا انت بقولك عامله ايه؟ بعمل فطاير بيتزا، قولي لي بقى انت بتعملي العجين ازاي؟ انا بعملها زي ما انت بتعمليها بالظبط. والله عشان كده انا بطلعها حلوه زي ما انت ما بتعمليها. انت اجمل واجمل، الله يخليك يا حبيبتي، دايما منورانا كده باتصالك. والله تسلم لي الاستاذه كريستين، يعني تحيه ليك يا بتخلينا استاذه نشوف كريستين، هي اجمل معانا الحاجات في النهارده. الدنيا. استاذه كريستين وتحيه بتسلم من اجل عليكي. الشيف عمر اللي كان مع اه الشيف طبعا شيف كارول، عمر، اه مع شيف كارول، ده من الجيل الصاعد وكانت بقى حلقه والشيفات جميله الصاعده جدا جدا جدا. ده. طبعا احنا بنشجع دايما الشيفات بتوعنا اه لازم الصغيرين، لازم لازم، عشان نشجعهم هم النجوم كمان اللي طالعه في المستقبل. وهم مجتهدين. هو مجتهد ايوه، ولكل مجتهد نصيب. صح. ربنا يجعل لكم نصيب يا رب في السعاده يا رب والاستقرار دايما يا رب، اللهم والتقدم امين. يلا يا رب، يا رب يا حبيبتي، يا رب، ودايما منورانا باتصالك وتسعدوا بالصحه والسعاده دايما يا رب، علينا وعليكي وعلى الجميع يا رب ان شاء وعلى الله. الدنيا كلها وعلى ام الاسلام يا رب يا حبيبتي، يا يا رب رب. يا رب. احلى تليفون والله، بستناه وبيجي لنا بجد. يعني الاستاذه مريم، ربنا يديك الصحه ودايما تفضلي معانا كده على طول. العجينه بتاعتي علشان عندي سوائل، هعمل ايه؟ ادي حطيت نص كميه الدقيق، هحط البيضايه. اوكي تمام. حطيت هنا ايه؟ اللبن البودر، وحطيت البيضايه، حطيت الخميره والسكر، وحطيت كمان الملح. هعجن دي نص عجنه كده، يعني هنزل بالميه كده، واللبن انا حاطه لبن بودره، اكمل لبن بودره. تحطي لبن حليب، تحطي لبن بودره اكتر وتكملي ميه، كله لبن في النهايه وقيمه غذائيه. انا حطيت بيضايه كده، كل بقى البضايه سوائل، الميه سوائل، الـ الزيت سائل. يعني انا اهو شايفين ادي كميه السائل اللي انا حطاها هنا. لو انا حطيت الزيت كده ايه اللي هيحصل؟ هيفك العجينه اكتر. يعني دي كلها الزيت والبيضه دي سوائل، حطيتي زبادي سوائل، حطيتي ميه طبعا ولبن، دي سوائل لازم اراعيها. فانا حطيت كل السوائل هنا كده اهو، وبعدين انزل ببقيه الدقيق بتاعي وابتدي اربط العجينه بتاعتي كده، ودايما اسيب شويه كده ايه اربط بيهم ايه العجين اهو. بنجمع كده الزبده دي بقى، هعمل فيها ايه؟ نعم كده، الزبده دي هعمل بيها ايه؟ هجمع بيها العجينه في الاخر كده اهو كده. الجلافز واسع والعجينة بتلزق فيه اهو كده. باخد معلقة زبدة وبحطها في اخر العجينة، بتخليلي الفطاير هشة وجميلة زي ما انتوا هتشوفوها معي. خلاص هي محتاجة شوية دقيق، هنجيب لها شوية دقيق تاني عشان انا ما عنديش هنا، هنجيب شوية دقيق واكملها ووريها لكم. وانا اوريدي معايا عجينة جاهزة خلاص، بفضل بقى هحط شوية دقيق لحد ما العجينة بتاعتي تلم. تقريبا المعيار احنا حاطينه ناقص شوية، فعايز نص كوباية دقيق، وهلمها وعجنها زي ما احنا متعودين في العجين بتاعنا اهو. الفكرة العجنة على مرحلتين دي بتسهلي خالص فكرة العجن، لان انا بعجن على ايدي مش بعجن في عجان. خلاص اهو
كده، هي بس محتاجة شوية دقيق بسيطة، هنجيب دلوقتي وهوريكم تاني ونكمل العجن بتاعها. تعالوا نشيل الحاجات دي ووريكم العجينة اوريدي اللي جاهزة معايا كده. معانا اتصال من أستاذة فاتن وهي بتحب العجين زينا. ازيك يا دينا، عاملة ايه؟ ازاي حضرتك، عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله. هسألك حاجتين معلش. اتفضلي. مقدار الزبدة كان قد ايه؟ معلقة واحدة على يعني معلقتين على الكيلو دي، لكن انا عشان عجنة نص كيلو احط. ايوه انا عارفة ان انت نصفتي الكمية. انا بالظبط بالظبط عشان تطلع معايا واعرف اعجنها يعني. ايوه عشان بس ما خدتش بالي من مقدار الزبدة في البداية. بدخلها في الاخر خالص يعني، دي معلقه واحده بدخلها في الاخر خالص، بتديني كده، بتخلي العجينه زي ما هنشوفه هي طالعه معانا قد ايه خفيفه وحلوه ان شاء الله. طيب بصي بقى، اتفضلي. انا ساعات بعمل الشربات يبقى كويس وساعات يسكر مني، فانا مش عارفه اظبطه. سكر منك ساعات نوعيه السكر بس. من الاول حطي ملح الليمون وحطي السكر وحطي الميه وحاولي تقلبي السكر شويه قبل ما تحطيه على النار، لان لو قلبتيه وهو على النار الحبيبات السكر بتطلع على حرف الحله بتاعتي. ايوه تمام. أيوة. ما بتبقاش ساحت كويس، فبترجع تتبلور تاني فتسكر لي السكر ال الشربات بتاعي. ماشي يا دينا ماشي. يعني هحط الميه نص السكر واقلبه قبل ما احطه على النار. بالظبط كده. اوكي شكرا يا دينا. العفو يا روح. ربنا يكرمك ويسلم ايديكي على كل حاجه حلوه. تسلمي لي. وتابعي بقى فطاير البيتزا معانا النهارده هتعجبك. شكرا. العفو. شايفين العجينه بتفضل بقى معايا بتبقى كده ايه، طريه وفلافي كده. هعمل ايه اهو، هعملها قطع كده. بص احنا ايه، نقلع الحاجات دي ونشتغل كده بايدينا اهو. هعمل كور كده واسيبها تريح شويه. طبعا احنا عارفين كل شغل في العجينه هترجع تشد. ليه بسيبها تريح؟ لانها مش عايزاها تخمر، انا عايزاها بس تريح شويه، لان انا شديت وعملت فيها كده اهو، فهترجع تشد. طب اسيبها عشان ترجع ترخي تاني واعرف اتعامل معاها. العجينه دي انا حاطه فيها نسبه ملح شويه، فمش هقدر اعمل بيها حاجه حلوه. زي ما قلت لك، عايزه تعملي بقى عجينه تنفع حلو وحادق، بحط السكر العادي للخميره، ما بحطش حتى سكر زياده ولا حاجه، وذره ملح يعني ربع معلقه ملح بس بسيطه، عشان اقدر استخدمها حلو وحادق. لكن انا هستخدمها من الاول على حوادق، لا بحط مثلا معلقه ملح. خلاص كده اهو. طيب انا حابه برضه اوريكم بقى حاجه، هوريكم تشكيله فطاير وهوريكم كمان رغيف عيش معانا. تعالوا ايه ناخد دي معاها كده، هوريكم اعمل من نفس العجينه رغيف عيش بالزيتون بالطماطم المجففه بالفلفل، وتقدري تستخدميه في اي حاجه وهنشوف مع بعض. انا عملته كده، هسيبه بس يرتاح شويه كده، ودي كمان بسيبها ترتاح شويه، بروح مثلا عامله كده ومغطياها. ليه بغطيها؟ علشان وش العجينه بتاعتي ما يشققش وينشف، مش هعرف اتعامل معاها خالص. طيب تعالوا كده نجيب بقى الصينيه بتاعتنا كده، نمسحها مكان الميه كده ونرشها زيت. نجيب قطاعه بالمره واحنا هنا وسكينه عشان نشوف هنعمل ايه. حابه بقى انا هعملها عاديه خالص بميكس جبن وزيتون وفلفل، حابه تحطي اي لحوم فيها، عندك بواقي لحوم بواقي فراخ مفيش مشاكل تقدري تستخدميها. انا عندي زيتون حلقات مخلي، وعندي فلفل الوان خلاص، وعندي ميكس الجبن. تحطي سوسيس، تحطي سجق، تحطي عندك قطع برجر، عندك قطع فراخ، لحمه مفرومه، اعملي اللي انت عايزاه، ما فيش اي مشكله خالص في الموضوع. نعم. تكون العجينه بتاعتنا ارتاحت. طيب خلاص هنطلع فاصل صغنن، اوعوا تروحوا في اي حته، على بال كمان العجينه بتاعتنا ترتاح. فاصل وارجعوا لي نكمل مع بعض حلقتنا. هو يا جماعه موضوع الاهلي والزمالك عمل كده شغل. طبعا تاني وتالت ورابع احنا نقدر. انا رأس البيت عندي زملكاوي، فلازم نديله حقه يعني. لا وكمان بقى يعني تحيه برضو للاستاذ وائل فتحي مديرنا في الاستوديو، وزملكاوي على راسي من فوق، وتحيه كبيره ليك وكفايه قوي كده يعني.
طب خلاص احنا مصريين يا جماعه، بلاش معانا سؤال. اوكي يا فندم، طيب انا بعمل ايه بقى؟ تعالوا شوفوا. نكمل مع بعض فطاير البيتزا بتاعتنا. انا قطعت الكور زي ما انتم شايفين كده وسبتها ترتاح. سبتها ترتاح ليه؟ عشان لما اجي افردها كده معاكم تتفرد معايا بكل سهوله اهو كده. خلاص طيب نكملهم بقى. شايفين العجينه لما بتبقى مرتاحه واخده حقها في العجن، وهوريكم انا جبت دقيق بقى زياده اهو علشان نكمل بيه، اوريكم الم بيها العجينه ازاي. هي بس رش الدقيق مش اكتر من كده. خلاص بعمل كده، برجع تاني لو حسيت ان انا عايزه افردها اكتر كده. الوقت اللي انا بفرده فيهم كلهم بتريح برضو العجينه. تابعوا معايا واحده واحده عشان كل اللي سالنا على البيتزا والفطاير والمخبوزات والعجاين اعتمدوا العجينه دي في اي مخبوزات انتوا عايزينها هتبقى حلوه قوي، سواء مخبوزات محشية مخبوزات مفرودة كده زي ما احنا هنحط عليها مفيش مشكلة. طيب تعالوا اوريكم حاجة كده ايه سهلة. شايفين كده كده، وعايزة سمسم ده معايا كده بسهل عليكي. تعالوا نجيبها هنا، يلا اهو كده. شايفين انا باخد بس الحرف مش اكتر من كده اهو، وبنزله في السمسم. احنا قلنا فطاير بيتزا ما قلتش بيتزا. يلا ايوه. متابعين. بنضحك احنا مبسوطين. الله، ويعني يلا يا رب دايما مبسوطين كلنا كده يا رب. طيب انا سبتها كده اهو زي ما انتم شايفين عملناها بالمنظر ده. طب هنعمل ايه تاني؟ هروح جايه كده ممكن بكوبايه او بايديا اوريكم هعمل ايه. كده احطها بس في الدقيق كده واضغط عليها كده اهو. كل ما العجينه كانت مرتاحه هتديني الشكل اللي انا عايزاه اهو كده. وهرجع اعيد عليها تاني ما تقلقوش خالص. احنا قلنا فطاير بيتزا، بس في النهايه شكل البيتزا وطعم البيتزا. بضغط على ده كده جوه كده واسيبها برضو تريح شوية وانا شغالة في الكمية بقى. طبعا انتي مش هتعملي دول بس، انتي هتعملي كمية عندك. تعالوا نسيبهم على بال ما يريحوا شوية، نعمل الايه نلم العجينة دي اللي احنا كنا بنعملها اهو. ادي حبة الدقيق كده بس ولا اي حاجة كده. بحطها على الرخامة عندي ولدت واعجن فيها. شايفين هي علشان معمولة حلوة والطريقة اللي احنا عجننا بيها العجينة ناعمة معايا وطرية وعاملة ازاي. بعجن فيها وادخلها في بعضها كويس قوي واغطيها بقى واسيبها طبعا تخمر. تعالوا نشيل ده اللي مضايقنا ده كده اهو كده. بدعك فيها لحد ما تنعم زي ما احنا متعودين احنا بنعمل العجين ازاي، وبروح مغطياها واسيبها تخمر كده. خلاص ممكن نشتغل برضو فيها لو ارتاحت معي. على بال ما دي ترتاح هعمل ايه؟ تعالوا بصوا كده، من نفس العجينة ونفس المكونات اللي عندي مش حاجة جديدة، هعمل رغيف عيش اقدر اكل بيه اي حاجة عندي. ده زيتون كده اهو، واخد شوية فلفل، طماطم بقى مجففة، زيتون، زعتر، ريحان. تعالوا نحط شوية ايه زعتر كده معانا اهو كده، سمسم جواه، حبه سودا، مفيش مشاكل خالص كده. انا عايزه ادخله جوه العجينه، مش حشوه، مش هعمله رول وحشوه، لا اهو كده. طيب انا عجنت زي ما قلت ان احنا بنقعد نعجن فلازم اخلي العجينه ترتاح اهو كده. يلا هسيبها بس ترتاح شوية وبعدين نفردها برضو مع بعض كده. تعالوا بقى نشوف دي هنعملها ازاي. اهي هضغط تاني اوسع كده عشان الحشوة، وانا حافظت على الحرف كده اهو. تعالوا نشيل دي
هجيب بقى صلصة البيتزا عندي، عندي صلصة طماطم أو طماطم مقطعها كونكاسيه وحطها على النار مع شوية زيت وفص ثوم وزيت زيتون وزعتر كده. عايزة حاجة سريعة، ممكن أدهن كاتشب، معلقة صلصة مع كاتشب. نعم أوكي، يلا بينا. معانا اتصال، نقول ألو. إحنا بنعمل الصلصة كده في فطاير البيتزا. ألو ألو، شيف دينا، ازيك؟ مين معايا؟ أنا وفاء. وفاء ازيك؟ تكلمينا منين يا وفاء؟ أنت أول مرة تكلميني. أيوه. بس لا، طب ليه بقى؟ ليه مش بتتصلي؟ من المنيا. أهلا بالمنيا وأهل المنيا. عاملة إيه؟ منورة الشاي. إحنا مخرجتنا من المنيا، صح كده؟ تحية لأهل المنيا. منورة ازيك؟ الشاشة والله. والله منورة بيكوا يا حبيبتي، واحنا بنسعد بوجودكم معانا والله. ربنا يخليكي. اخت ام ياسين بتحبك قوي. هو انت ام ياسين اللي بتكلمنا؟ ايوه انا اختها. انت اختها، ما شاء الله. احنا بنحبك قوي والله. ربنا يخليكي يا رب يا حبيبتي. ايه رأيك في اطباقنا بقى ووصفاتنا؟ لا والله احنا مش بنسمع غير حضرتك يا حبيبة قلبي. طب ليكي اي طلبات بقى عشان نعملها لكم؟ لا انا بس عايزة ابقى صديقة البرنامج زي ام ياسين. يا حبيبتي انت صديقتنا من غير اي حاجة والله. ربنا يخليك. واهل ام ياسين واخوات ام ياسين واستاذة وفاء على دماغنا من فوق. ربنا يخليك. الله يخليك يا رب، وتحرمناش من اتصالك بقى على طول كده ان شاء الله. طب هي ام ياسين انت ام ايه؟ انا ام ملك. ام ملك، نورتينا باتصالك، ويا رب دايما كده تفضلوا معانا، واحنا كمان والله بنسعد بيكم جدا وباتصالاتكم جدا جدا. نسيت اسالها، يا زملكاويه ولا اهلاويه؟ اوكي انا خلصت اهو. انا بكلم ام ملك واخت ام ياسين ومدام وفاء، كانت معانا من المنيا. فردت العجينه بتاعتي، حطيت صلصه البيتزا بتاعتي، وحطيت، ممكن تحطي كاتشب، ممكن ما تحطيش، ممكن جبن بس على فكره من غير الصلصه ما فيش مشكله. حطيت شويه جبنه تحت، والميكس الخضار بتاعي اللي هو الفلفل الالوان، وحطيت جبنه وزيتون وطبقه جبنه كمان على الوش. قبل ما نطلع فاصل هوريكم بس انا هضغط عليها ازاي واسيبها شويه علشان برضو تخمر معي. شايفين هي كده؟ لا، اما نطلع فاصل. يلا نطلعوا فاصل، هضغط عليها لما نرجع. هي ايه الاخبار؟ اوكي طب يلا بينا، هنطلع لفاصل وهترجعوا هوريكم هعمل فيها ايه ونسويها ونطلعها مع بعض وندخل على الرواني كيك. فاصل وارجعوا لي على طول، منتظركم. ورجعتوا لي بعد الفاصل. انا ما عملتش اي حاجه، ادي الفطاير اللي احنا عملناها مع بعض. قبل ما بدخلها بسيبها هي بتخمر على طول طبعا، لانها بقت قطع رقيقه. قبل ما بتدخل بروح ضغط عليها كده، فهتعمل لي برده، هتفضل محافظه على الحرف اللي انا عملته. شايفين؟ بضغط عليها كده عشان تمسك كل المكونات في بعضها وتديني الحرف اللي أنا عايزاه بتاع الفطاير بتاعتي كده، وندخلها على درجة حرارة 200. ليه؟ لأن الخميرة يعني هي خلاص خمرانة و يعني بسيطة قوي، مش زي البيتزا، وحدة البيتزا الكبيرة. خلاص درجة حرارة 200، 10 دقايق بالظبط، وتابعوا معايا هنطلعها معاكو على الهواء. وتعالوا نجيب بقى الصواني بتاعتنا اللي طلعت معانا الجميلة دي، ونبتدي هنشوف نرصها ازاي في الأطباق. تعالوا كمان أقول لكم، نفس العجينة اللي احنا حطينا عليها الزيتون والفلفل هنعمل فيها ايه؟ هنعملها رغيف عيش ازاي؟ من نفس الفكرة اهو كده بفرده، ودي نفس فكرة فرد الفينو، ان انا بعمله كده، او التوست. التوست كمان بروح فردة العجينة كده. انتوا واخدين بالكوا انا مش عايزه حشوه، انا مش عايزه البيتزا تبقى حشوه. اهو كده بلفها كده على بعضها عشان يطلع مفرخ كده من جوه، وشكله هنشوفه مع بعض عامل ازاي اهو. واجيب القالب بتاعي اللي انا دهناه واروح اطفي، بس طبعا بقى ده لازم اسيبه يخمر كويس جدا. خلاص لازم اسيبه لما يخمر كويس جدا برضو على درجة حرارة 200. ده هياخد شوية، حوالي تلت ساعة نص ساعة في الفرن، ويطلع معايا رغيف عيش زي اللي احنا هنشوفه دلوقتي. كل الحكاية هي بس العجين يا جماعة، وقت للتخمير. شايفين اهو ده العيش معايا. نعم
اوكي. ادي رغيف، رغيف العيش بتاعنا اهو، ده اللي انا عملته معاكم دلوقتي، ودي الفطاير اللي احنا عملناها. كل الحكايه ان انا هستنى يخمر كويس قوي وبعدين ادخله. شايفين هو ده كان نفس الحجم، شايفين الفكره عامل ازاي دلوقتي، تضاعف الحجم بتاعه وادخله يا دوب ياخد التسويه على طول، واطلعه واقطعه. ممكن لو معانا وقت هوريكم اقطعه ونحط على وشه شويه جبنه او ناكله جنب الاكل عادي جدا. ودي الفطاير بتاعتنا، تعالوا نحطها في صينيه واحده كده لحد ما نيجي نقدم الاطباق بتاعتنا. شايفين نفشت وبقت عامله ازاي، هي دي الفكره اللي انا بقول عليها. كمان احنا داخلين بقى على المدارس، نقدر نعملها لاولادنا في المدرسه زي بدل فكره الساندوتشات يعني. تعالوا بقى ننزل بسرعه كده بمقادير الكيكه بتاعتنا النهارده، الرواني كيك بالشوكولاته. يلا الرواني كيك بالشوكولاته. اوكي ماشي، يلا نبتدي نصور علشان لما هقول هنخلص على طول وتجولي علشان نعمل الوصفه بتاعتنا. اوكي معايا كوب ونص دقيق، ومعايا خمس بيضات، ومعايا دقيق عادي، ومعايا كوبايه زبادي، كوبايه دقيق سميد. الرواني هنحط لها كوبايه دقيق سميد، كوبايه ونص دقيق ابيض عادي، معايا نص كوب زيت، معايا 2 معلقه زبده، ومعلقه كبيره بيكنج باودر، وربع معلقه بيكنج صودا. يلا 2 معلقه كاكاو خام، 3/4 كوب سكر، فانيليا، رشه ملح، نص كوب جوز هند ناعم، والسيرب كوب سكر وكوب ماء ورشه ملح. ده السيرب اللي احنا هنشربه لها. تعالوا كده بينا ارجعوا لي بقى صورنا علشان نشوف السيرب بتاعنا. انا حطيت ميه وحطيت السكر وادوبهم كده مع بعض. تمام، دي طريقه السيرب، بس انا عايزاه زي السيرب بتاع البسبوسه، خفيف جدا خلاص، يعني زي البسبوسه بالظبط. وادي رشه ملح ليمون علشان ما يسكرش معايا، يا دوب هسيبهم يغلوا بس غلوتين كده مع بعض كده اهو. ما تكتريش يعني السكر، كوبايه وكوبايه ميه، كوبايه ونص بالكتير، وهنا هحط 3/4 كوبايه سكر. انا حطيت هنا البيض، هحط الفانيليا على طول. اول ما تكسري البيض حطي الفانيليا. تمام كده. طيب تعالي اقول لك كمان، لو انت ما عندكيش السكر بقى بتاع الكيك، لو احنا ما عندناش بيكنج باودر ممكن نعمل ايه؟ ممكن ناخد بيكنج صودا مع سنه نشا مع معلقه خل، هيدينا نفس الفكره بتاعه البيكنج باودر مع البيض. معانا تليفون. اوكي طيب خلاص ماشي، نخلص بس وبعدين ناخد التليفون بتاعنا. حطينا البيض والسكر، هنزل بالزيت كده كله على بعضه. ما عنديش سوائل في الكيكه دي لان انا هسقيها زي البسبوسه زي الحاجات دي خلاص. طيب الزبادي، جربوا بقى الزبادي، هما بيعملوها بلبن بس، بس انا بحب اعملها مع الزبادي بتبقى حلوه قوي. هحط اللبن نص كوباية مع كوباية الزبادي، عايريها هي كوباية لبن خلاص. وادي الخل اللي انا قلتلكوا عليه، ونضرب. بس تعالوا بقى ناخد التليفون معانا، الدكتورة ايمان معانا استشارية التغذية. الو يا دكتور. الو معانا تليفون ولا ايه؟ هنتواصل معاها تاني. اوكي ادي حطيت البيض والسكر واللبن والزبادي، اللون ده انا هقول لكم هعمل بيه ايه. هخلط هنا، اجيب بوله تانيه اخلط فيها الدقيق والسميد والبيكنج باودر بتاعي كده. ادي الدقيق وادي السميد خلاص، حبه جوز هند كده يدوني برضو تيست وطعم حلوين، وهنحط على الوش. وادي معلقتين الكاكاو بتوعي انزل بيهم كده، وادي البيكنج باودر والبيكنج صودا خلاص. الزيت خلاص احنا حطيناه.
كده مكسرات وجوز هند، وادي معلقه الزبده هنزل بيها هنا كده. يلا ادي المكونات كلها كده على بعضها، وانزل هنا كده شايفين ولا اي حاجه خالص. اقلب الخليط ده كله كده على بعضه، اهم حاجة بسرعة. الفرن بتاعي بقى درجة الحرارة بتاعته مظبوطة. معانا تليفون من ندى. الو يا ندى، ازيك؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله والله. ايه رأيك في كيك الرواني بتاعنا والفطاير النهاردة؟ تسلم ايدك. لا نعلي صوتنا شوية، انا مش سامعة. تسلم ايدك يا شيف على كل حاجة بتعمليها. تسلمي يا ندى. انت شكلك صغنن ولا كبير ولا ايه؟ 20 سنة. كم؟ لا صغنونه. تخش المطبخ ولا ماما اللي بتدخل؟ لا بدخل معاها. بتدخلي معاها؟ لا انت المفروض تقعديها وتدخلي لوحدك على فكره. لا لا اجي معاك في يوم، بس بابا بقى اللي مش هيرضى. نعم قلت للشيف شهاب نفسي اجي مع حضرتك، بس بابا اللي هو اسمه اللي مش هيرضى. لا نقنع بابا. يا بابا خليها تيجي يا بابا، ما تخافش هتبقى في رعايتنا. يا ريت. طب وريله انت كده مهاراتك في البيت عشان يقتنع ويقول لك لا لازم تطلعي. ما انا بوريله، بس هو مش بيرضى. لا خلاص احنا من هنا بنناشد بابا ندى وبنقول له لو سمحت يا بابا ندى خليها تيجي تطلع معانا حلقه. يا ريت. اديني تليفون بابا وانا اكلمه اقنعه. يا ريت والله. لا تنورينا وورينا برضو شغلك كده، ويعني ولا وان شاء الله اقنعيه وهو هيقتنع لوحده. كلنا كنا هذا لحد ما اقنعناهم يعني. ليكي اي سؤال؟ سؤال يا شيخ. اتفضلي. هو البيض بيتحط على عجينه البيض العاديه برضو ولا الايه؟ البيض بيتحط على عجينه البيض. ممكن تحطي في، بصي العجينه البيتزا دي في منها انواع كتيره قوي على فكره، في زي الكيك اسفنجيه، وفي كريسبي، وفي من غير بيض، وفي بيض، وفي بلبن، ومن غير لبن. تقدري تعملي فيها حاجات كتيره. اي حاجه هتحطيها فيها قيمه غذائيه هي حلوه، انت واخده بالك؟ لكن زي ما احنا قلنا في حاجه الشارع وفي حاجه البيت بتختلف شويه، ما بيحطوش بيض، ما بيحطوش لبن، يعني واخده بالك؟ لكن احنا كقيمه غذائيه انت عايزه تاكلي ولادك حاجه صحيه ومفيده. يعني البيض احسن. طبعا يعني هتدي تيست، بس في الايطالي من غير بيض كمان بتبقى حلوه جدا. وعلى فكره يا شيف انا لا زملكاويه ولا اهلاويه. لا بصي احنا والله بنشجع اللعبه الحلوه والروح الحلوه، احنا مصريين. انا زمهلاويه يعني. ايه ما احنا قلنا احنا وقت ما الزمالك بيلعب كلنا نشجع الزمالك، الاهلي واي فرق تانية، عندنا فرق تانية برضو قوية وجميلة. بالظبط كده. وفي الاخر احنا اصلا كلنا مصريين يعني زي بعض. بالظبط. بصوا شوف شايف يا بابا ندى، ندى دبلوماسية حلوة قوي، فيا ريت يا بابا توافق علشان الكلمتين الحلوين دول ندى تطلع معانا. ربنا يخليك يا شيخ يا رب. سمعيه البرنامج وانا وجهت له الرسالة وان شاء الله هيسمع الكلام. نورتيني يا ندى باتصالك يا حبيبتي. نورتينا. انا عملت معاكم الكيكه واحنا بنكلم ندى، حطيتها هنا معانا. هي مش سايله قوي، هي الدقيق السميد لسه هيتشرب كل ده عشان ما تقوليش انها هتطلع جافه. على درجه حراره 180 لمده حوالي 3 اربع ساعه. اشغل الكيكه بتاعتي، هظبط بس التايم بتاعه. نعم تمام مفيش مشاكل. شايفين دي اللي احنا دخلناها مع بعض طلعت معانا اهي. شايفين هنا الجبنه نفشت بقى خالص، ودي الكيكه اللي احنا عملناها مع بعض، كيكه الرواني بالدقيق البسبوسه، وهنشربها. هي بارده، العسل سخن كفايه قوي كده. لو هي كمان سخنه ولسه طالعه من الفرن بيكونوا الاثنين يعني دافيين كده مع بعض، او هي طالعه والعسل بتاعي بيكون فاتر مش سخن. لكن هي انا عاملاها طبعا قبل الهوا فبردت طبعا خالص، فحبيت ان العسل اللي انا هحطه عليها يبقى سخن. تعالوا بقى نشربها كده. فين فين فين؟ ممكن نخرمها وممكن اروح نشوف كده هتشرب. هتشرب عادي خالص كده كده، عشان كده بنقول ما نكترش العسل السكر يعني اللي احنا هنحطه. اهو هي بتتشرب، واسيبها تهدى خالص وتتشرب
ونزوقها مع بعض ونشوف هنزوقها ازاي. كده كيكة حلوة وخفيفة قوي في الصيف. أيوة أوكي. معانا تليفون نقول ألو. ألو، أنا اسمي زينة وبحبك قوي، بحبك قوي يا شيف زينة. إيه ده؟ وإحنا كمان بنحبك قوي يا زينة. أنت عندك كام سنة؟ أنا عندي 7 سنين. يا خلوبي، ده كتير قوي السبعة دول على فكرة. على فكرة أنا مامتي اسمها دينا. إيه، مامتك اسمها دينا؟ آه. ده أنا ليا الشرف طبعًا. أنت شاطرة بقى في المطبخ يا زينة؟ جدًا. إيه ده؟ لا يا جماعة، إيه ده، في إيه؟ ده أنا كل يوم اللي أنا اللي بعمل الأكل لماما. أنت اللي بتعملي الأكل لماما؟ لا، إديني ماما إديني ماما كلمها بقى، شوفي هي بتستغل الموضوع ده. حاضر. الو الو، ازيك يا دينا؟ ازي حضرتك يا شيف؟ عامله ايه؟ ما شاء الله، ربنا يخلي لك زينه. ربنا يخلي حضرتك، احنا سعداء قوي ان احنا وصلنا لحضرتك، بنحبك قوي والله يا حبيبتي. واحنا كمان والله، وزينه ربنا يبارك لك فيها يا رب. وايوه كده، انا احب الامهات اللي تشجع بناتها وما تقولش بقى لا ده انا خايفه عليها، لا لا خالص يعني. حبيبتي يا شيف، ربنا يكرمك. هي بس قولي لي بقى، انت بتستغلي زينه ولا ايه؟ بتقول انا اللي بعمل الاكل وماما بتقعد، ينفع كده؟ ساعدني تحضر حاجات بقى وانا اكمل الباقي، بس هي شطوره ما شاء الله عليها. ربنا يخليها لك يا رب يا حبيبتي، وتفرحي بيها وتنورنا طبعا في البرنامج. حبيبتي يا شيف، ربنا يكرمك، واحنا سعداء قوي ان احنا وصلنا لحضرتك. انا اسعد والله يا حبيبتي، انا اسعد، ويا رب دايما كده منورنا، وتشوفي زينه اشطر شيف في الدنيا. ميرسي يا شيف، ربنا يكرمك، ومنوره الشاشه ودايما كده منوره نايل لايف. تسلمي لي يا حبيبتي، تسلمي لي والله. احنا بنسعد جدا ومبسوطه بزينه جدا انها كلمتنا، ما شاء الله عليها. شايفين احنا عايزين كل فين زينه؟ يا زينه هتيجي تطبخي لنا بقى ولا ايه؟ زينه مشيت. طيب انا وانا بكلم زينه الشيف الصغير، يا جماعه شجعوا ولادكم. شايفين زينه ما شاء الله، اعملوا لهم وسائل الامان وسيبوهم في المطبخ، ما فيش مشكله خالص، هيساعدونا ويريحونا والله، ونبلطج عليهم شويه يعني. اوكي، انا عملت خلاص اهي، سقيت الكيكه الرواني بتاعتي، بسيبها تتشرب. في كمان بيدهنوها ممكن على الوش معلقه مربى علشان يلزق عليها جزء الهند اللي انا بحطه ده كده، تمام. ممكن بعد ما احطه ارش تاني عليها عسل عشان يمسك اكتر. خلاص كده معايا مكسرات، العبي بقى واعملي اللي انت عايزاه براحتك. شويه مكسرات كده اهو، حاجه حلوه على فكره، وتقدري تعمليها على طول وتسقيها وتسيبيها لو جالنا ضيوف، برضو من الحاجات اللي احنا بنحب يبقى عندنا حاجات سهله وسريعه. ده جوز هند انا لونته كده، اهو يعني اقدر العب بالالوان، اقدر العب بكل حاجه. ممكن نحط كريز، جوز هند، مكسرات. انا قلت ايه اهو، بالمكسرات وجوز الهند، واحلى رواني كيك بقى معاكو النهارده. ومبسوطه جدا باتصال زينه، ويا ريت تكلمينا على طول وتحاولي تتواصلي معانا دايما يا زينه، وتقولي لنا انت بتعملي ايه واكلاتك الجميله. هحط لها برده شويه كده يمسك الخلطه معايا اللي هي جوز الهند والمكسرات عشان تمسك فيها. زي ما قلت لك تقدري تدهني ممكن وشها مربى وبعدين تزوقيها بس كده. خلاص تعالوا نلم الحاجات دي كده، المتاح عندك زوقي بيه مفيش مشكله خالص. طيب تعالوا نقدم الفطاير بقى بتاعتنا اللي احنا عملناها، ودي اللي احنا دخلناها مع بعض. شايفين ما شاء الله طريه وعامله ازاي؟ بصوا كده، شايفين؟ بصوا طريه وعامله ازاي، طريه خالص وهشه خالص. ايه رايكم؟ طلعت معانا وحلوه جدا، وفي ناس رقها جري ورا الكاميرا، بس انا بفكرهم هم عاملين دايت يعني مش هياكلوا منها. يلا نجيب الطبق بتاعنا ونقدم فيه كده.
لسه لازقه سنه بسيطه عادي. ممكن كمان انا بحب ادهن ايه، دي انا دهنه زيت ورشه رشه دقيق سميد على الارضيه زي ما بندهن لاي معجنات معانا علشان ما تلزقش. تقدروا تعملوها في البيت لاولادكم، وتقدروا تعملوها بدل الساندوتشات، ممكن اعملها واشيلها في الفريزر مفيش مشكله، ويا دوب تنزل تتسخن بس. احنا معانا دي الطبقين بتوعنا النهارده، وده لسه معانا كمان حاجه احنا عملناها. تعالوا ايه، نحط ده كده ونجيب ده هنا كده. عايزه اقطع لكم العيش عشان تشوفوه عامل ازاي كده. نجيب سكينه، ده رغيف العيش. نعم اوكي، اجيب بس منديل، عايزه انضف كده، حاسه الدنيا مش ايه مش متظبطه اهو كده. مطرح العسل بس وجوز الهند كده. هنقطع رغيف العيش زي ما قلت لك، بقى تقدري تاكليه عيش عادي خالص اهو كده. طبعا السكينه تبقى مشرشره كده احسن من دي علشان تقطع لي الخبز، وبعدين هو لسه طازه برضو، يفضل ان انا اسيبه يرتاح شويه اهو. شايفين كده اهي كده، اقطع كمان كام قطعه. طري جدا، نفس العجينه، ما كلفتش نفسي اي حاجه تانية. هو في بقى الحشوه، في الزيت، الزيت الزيتون، سوري الزيتون، ماشي. شايفين قطع الزيتون، اقدر اجيب دي كده مثلا واحطها تاني في صينيه وارش على الوش جبنه وادخلها سيحه، بقت عندي فطاير او بيتزا، او ادهنها وبرده صوص البيتزا واحط عليها الجبن وادخلها واكلها كده، او هي تبقى خبز معايا بالمنظر ده. يعني عجينه واحده عملنا منها صنفين حادق خلاص،